بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على ديسبليس اليمنت. معنى ايه؟ معنى ان انا ممكن يكون عندي الفيو دوت بس عايز اعرضه بشكل مختلف بحيث يبان الاجزاء الداخليه اللي فيه. فهاجي اول حاجه اعمل دوبليكيت للفيو 3D عشان اكون معايا نسخه احتياطي اقدر ارجع لها. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز ابعد مثلا الحته دي شويه بحيث اشوف الحاجه اللي وراها كبرزنتيشن، بس في نفس الوقت ما يتغيرش في الشغل الحقيقي. فهعمل ايه؟ هعمل سيلكت مثلا على العنصر دوت اهوت وهقول له ديسبليس اليمنت، فهو بيديلي ان انا احركه زي ما انا عايز، واقدر احركه برقم معين. يعني اديله مثلا في الاكس مثلا 20,000 مثلا بالشكل دوت، احركه في الاكس في الواي في الزد زي ما انا عايز. العنصر مثلا اللي بعده وليكن مثلا العنصر دوت عايز ابدا احركه، تمام، هقول له حركوا لي ديسبليس اليمنت، احركه مثلا لفوق في الزد مثلا ب 50,000 بالشكل دوت، تمام. وممكن بعد كده الشكل دوت اللي قلنا احنا لسه محركينه هقول له تاب بحيث ان انا اخد جزء منه. يعني انا دلوقتي حركت الاثنين دول والاثنين دول بقى ديسبليس من دوت، فاقول له حرك ده لوحده واقول له ديسبليس اليمنت تاني. طيب دلوقتي انا عايز اشير في الشغل بتاعي ان الجزء ده موجود مكانه هنا والجزء ده موجود مكانه هنا، اعمل ايه؟ خلينا نعلم على الجزء دوت. هلاقي عندي حاجه اسمها اولا عندي ريسيت بحيث ان انا ارجعها تاني زي ما كانت، عندي ايدي بحيث اقدر احرر، عندي حاجه اسمها باص بقول له ان العنصر ده في الاصل بتاعه يرجع للجزء ده، العنصر ده يرجع للجزء ده بالشكل دوت. فاللي يشوف البلان يعرف التفصيله دي معموله ازاي. اجي هنا برضو اقول له ده الجزء دوت. طيب الجزء اللي فوق ده بقى لما اعلم عليه هلاقيه رجع ليه الجزء الاولين، تمام، ما كملش لحد تحت خالص. طيب انا عايز اخليه يكمل لتحت، اعمل ايه؟ بكل بساطه اعلم على الباص دوت واجي هنا هلاقي ان هو مديني حاجه اسمها الدبس. يعني لو انا واخد الحاجه دي 5 6 مرات كل مره بيديني دبس ليها مختلف، فاقول له لا خليها 2 دبس هيرجع معايا بالشكل دوت. طيب خلينا نعملها تاني، اخد مثلا شكل زي دوت هعلم عليه واقول له ديسبليس اليمنت واروح محركه لناحيتي، وبعد كده هاخد جزء منه واقول له ديسبليس اليمنت وهحركه مثلا لفوق، وبعد كده هاخد جزء منه واقول له ديسبليس اليمنت واحركه ناحيتي. طيب خلينا بقى اجي على الجزء دوت، انا دوست الجزء ده معمول اسمبلي، تمام. فانا هاجي دلوقتي للديسبليس اليمنت سيت هقول له اعمل لي الباص واعلم كده، فهو جاب لي الباص للمكان اللي كان فيه بالشكل دوت. طيب انا عايز يبقى فيه اكتر من مكان، فهقول له ديسبليس اليمنت بص مداني كام واحده 3، فكده ارجع لي المكان اللي هو كان موجود فيه. والستايل بتاعي ممكن ستريت بالشكل دوت او زجزاج، تمام. زجزاج هيبقى معايا لو انا بدات هنا ورحت محركه تاني، بص بيتحرك معايا بالشكل دوت. طيب لو قلت له لا ده انا مش عايزه بالشكل دوت، انا عايزه بدل زجزاج ديت ستريت، هيمشي معايا خط مستقيم، تمام. الخط ده برضو ممكن اقول له خلي الدبس بتاعي 3، هياخد خط مستقيم من اول نقطه لتاني نقطه، من تاني نقطه لتالت نقطه، من تالت نقطه للنقطه دي بدل ستريت اهو دي فكره ان انا اعمل ديسبليس. ولو انت رجعت للشكل الاولاني هتلاقي ان مفيش حاجه اتغيرت خالص وان الشغل بتاعي زي ما هو، ده مجرد بس للبرزنتيشن ان انا بقول له الاجزاء بتاعت موجوده فين. يعني ممكن يكون عندك كذا دور فاخلي كل دور لوحده بحيث يقدر يشوف الاجزاء الداخليه هتبقى عامله ازاي. يعني هنا مثلا شايف ايه اللي تحت الحيطه التكوين بتاعه، فهو يقدر اقول له مثلا اخلي جزء الميكانيكا لوحده والكهرباء لوحده والمعمار لوحده والانشاء لوحده بحيث يبدا يشوف المبنى ويبقى عارف برده كل حاجه مكانها فين.